يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية، مائل البرودة على السواحل الغربية ودافئ على جنوب سيناء وعلى شمال الصعيد، مائل الحرارة على جنوب الصعيد. ويسود ليلا وفي الصباح الباكر طقس بارد على أغلب الأنحاء. وفيما يلي مشاهدينا الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية وبعض العواصم العربية والعالمية.